واول صوره معانا النهارده في التوب فوتوز من مدينه كراتشي في باكستان، وهي لرجل بيجهز طعام الافطار هناك وبيعمل وجبه اسمها الباكورا، وهي وجبه رئيسيه هناك اساسيه في الفطار، عباره عن حمص ودقيق وبطاطس مهروسه وزبده، وطبعا حراقه جدا. تاني صوره معانا من مدينه باريسال في بنجلاديش، وهي لسوق عائم متنقل هناك لبيع الجوافه، احد اهم المحاصيل هناك، والاسواق العائمه مشهوره كمان ببيع الليمون وجوز الهند والموز، وبدات في الانتشار من اكثر من 100 سنه. ثالث صوره معانا من مدينه هايكو في الصين، وصوره ل 200,000 صيني وسياح بيعوموا في مياه التنين احتفالا بالدراجون فيستيفال، مهرجان التنين احد الاعياد الشعبيه الهامه في الصين. الصورة الأخيرة معانا في التوب فوتوز من مدينة القدس لثلاث بنات فلسطينيات بيتصوروا أمام مسجد قبة الصخرة بعد انتهائهم من أول صلاة جمعة في الشهر الكريم.